لأنها تركت بصمة في المجتمع ونفذت ضمن استراتيجية تخدم الصالح العام. مشاريع العتبة العباسية المقدسة أصبحت محط أنظار الجميع، فيزورها المسؤولون بين الحين والآخر، حيث قام وزير التربية مؤخرا بزيارة لبعض منها ليطلع عليها عن كثب. أسعدني كثيرا أنه نمتلك في العراق هكذا مطابع متطورة تعتمد على مكائن ماركات عالمية متقدمة ألمانية فيها خطوط إنتاج عالية المستوى أيضا من الدقة ومن الامتيازات اللي ما تتحقق يعني إلا في دول متقدمة. وجدت أنه هناك إدارة ناجحة في إدارة هذه المؤسسة الطباعية الكبيرة. هذا حرص العتبة العباسية على التعاون مع وزارة التربية يجعلنا في مأمن على أنه الكتب المدرسية ستكون متوفرة في أيدي التلاميذ والطلبة، والجهود حقيقة تشكر عليها العتبة العباسية المقدسة بكل ملاكاتها وقياداتها وبإشراف سماحة السيد على هذه المؤسسة الكبيرة. جولة ميدانية أجراها الوزير ومحافظ كربلاء وعدد من مدراء الدوائر في المحافظة برفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة لعدد من المشاريع الصناعية والخدمية التي ساهمت بالارتقاء بمختلف القطاعات في البلاد، وتم تقديم شرح مفصل عن كل مشروع. الحمد لله، الله وفقنا اليوم زيارة الفضل العباس عليه السلام، وهذه الزيارة كانت يعني بحضور الأخ معالي السيد وزير التربية في زيارته إلى العتبة العباسية وزيارته إلى مشاريع العتبة العباسية. تعرف هناك مشاريع مهمة تقوم بها العتبات بشكل كبير، لا سيما اليوم طبعا زيارة مطبعة العتبة العباسية اللي مطبعة متطورة جدا على المستوى المحلي الوطني وعلى مستوى المنطقة. وطبعا طلع وشفنا احنا طبعا كل الامكانات والقدرات الفنية العالية، كذلك هناك مشاريع الأخرى على المستوى الزراعي على المستوى السكني على المستوى الخدمي على مستوى المدارس. في مبادرة سابقة قام بها وفد من العتبة العباسية المقدسة لزيارة معالي السيد وزير التربية في مقر الوزارة، وتم تقديم دعوة لجنابه للقيام بزيارة مماثلة إلى العتبة إلى كربلاء والاطلاع على مشاريع العتبة العباسية المقدسة. والحمد لله والشكر كان انطباعات معالي السيد الوزير طيبة جدا، حيث أثنى على هذه المشاريع التي شاهدها بنفسه وأكبرها، والحمد لله والشكر اعتبرها بارقة يعني في دعم الاقتصاد العراقي والمنتج العراقي. نفذت العتبة العباسية المقدسة عدة مشاريع بمختلف الجوانب جاءت ضمن خطة لإثبات هوية الصناعة العراقية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيادي العاملة، وبذلك أصبحت نموذجا يحتذى به.